نرجع نكمل تاني. مساء الفل يا زياد. مساء الخير يا ندى، اخبارك ايه؟ كله زي الفل، بتكلمنا منين؟ كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ زياد. طيب اهلا بيك. شلا يا سيد يا بدوي، ده انتوا الحلويات عندكم دلوقتي زمانها يعني مزغرطه في الشارع. الحمد لله. كنت عايز اسال بس الدكتوره على حاجه بعدين. طبعا دكتوره، مع حضرتك. هي مش دكتوره، هي اخصائيه تغذيه. انا اخصائيه تغذيه، صح كده؟ تمام كده. مساء الخير يا دكتور. بعد اذنك يا دكتور، دلوقتي انا طولي 177 ووزني، ممكن تعلي صوت حضرتك بس شويه؟ تمام، سامعاني كده؟ ايوه يا فندم. لك طولي 177 ووزني 15. تمام. فدلوقتي مثلا الكورس لما اخده هلاحظ نتيجه مثلا بعد قد ايه وكده؟ من اول شهر. من اول شهر بنلاحظ النتيجه المبهره. زياد شرفتنا ونورتنا، خلينا بقى نسمع من الاخصائيه الاجابه بالتفصيل. قولي لي ازاي يقدر يحس في خلال شهر بفرق في شكله، او الناس تشوفه في الشارع تحس انه لا انت متغير؟ حلو جدا. احنا اتفقنا ان احنا الفريق الطبي بيكون متابع معانا متابعه اسبوعيه، دي رقم واحد. فانا عندي متابعه مجانيه اسبوعيه، وعندي شحن مجاني، وعندي خصم 50%. طب ازاي بقى احس بالفرق؟ زي ما اتفقنا ان اول حاجه كورس السوبر سيليوم. الكورس السوبر سيليوم بيتكون من اقراص السوبر سيليوم واقراص البي سيليوم، ان هم بيساعدوا على السيطره على الجوع والشعور بالشبع لفتره طويله. بس كده لا طبعا، وبيعلي معدلات الحرق وبيحفزها 4 أضعاف، لانه في مستخلص من التوت. فبالتالي انا حرقي زاد، فبالتالي ان انا بشوف نتيجه حلوه جدا خلال فتره صغيره اللي هو الشهر. طيب الناس اللي مش غاويه رياضه، في ناس تقول لك ايه، انا عايزه اخس وهشتري سوبر سيليوم بس مش هلعب رياضه، ازاي بتقدروا تعملوا المعادله دي؟ احنا على الاقل بنطلب من الشخص اللي هيتابع هياخد الكورس على الاقل ان حتى يمشي. يعني اقل شيء المشي، اقل رياضه هي المشي. هنفترض انه مش قادر، اوكي؟ برضه بيقدروا ان هم يظبطوا له الاكل مع الكورس السوبر سيليوم، فبالتالي ان احنا نقدر نحصل على نتيجه مبهره في فتره مثلا انا عايزه مثلا اخس في 3 شهور، عايزه اخس في شهرين، وبنلاقي نتيجه حلوه جدا. واتمنى نعرض الصور عشان بس نحفز الناس اكتر. حالا هنيجي للصور، بس عايزه اعرف حاجه، الناس اللي بتحب السكريات بشكل عام، هل في مكون في السوبر سيليوم بيخلينا شويه نقل من احتياجنا للسكر؟ الفانيليا. اوكي. الفانيليا في اقراص البي سيليوم. هقول لكم تاني مكونات اقراص البي سيليوم. البي سيليوم يحتوي على الفانيليا، مستخلص الاناناس، ومعدن الكروميوم. تمام. والمعدن مع الفانيليا بيظبط مستويات السكر في الدم. تمام. مع كمان الفانيليا ان هي بتسد احتياجات الجسم من ناحيه السكر، وكمان بتحسن من التمثيل الغذائي للجسم، يعني ان الاي دي يرتفع. مع القهوه الخضراء طبعا اللي في الاقراص السوبر سيليوم. فانا كده ما سبتش نقطه او ثغره غير عليت الحرق، حسيت بالشبع، وكمان الجوع قدرت اسيطر عليه، ومستويات السكر في الدم ظبطتها. طيب عايز اعرف حاجه، طبيعي جدا في رحله الخسسان يحصل سقوط للشعر، عادي جدا يحصل بعض الخطوط التعبيريه في الوش نتيجه لنقص بقى الميه ونقص الفيتامين والحاجات دي، ازاي كورس السوبر سيليوم عالج الموضوع ده؟ عالجه ازاي او سد الاحتياج اللي احنا هنكون محتاجينه في الحته دي ازاي؟ اول حاجه احنا قلنا ان احنا في عندنا هديتين. اول هديه وهي الكريم لنضاره البشره، وتاني حاجه الكريم لتقليل وجع المفاصل. فنضاره البشره احنا ما نخافش منها خالص. هي خطوط تعبيريه. كريم طبيعي وامن 100%. مع الشحن المجاني، مع خصم 50%، مع المتابعه المجانيه. لا وكمان اتبسطت قوي من موضوع ان هي من ضمن المكونات القهوه الخضراء. القهوه الخضراء بتعلي. لان بقول لك ايه يا منى، انا رحت السوبر ماركت اشتري قهوه خضراء اسعارها تخض، وفي نفس الوقت طعمها مش حلو. فانا مبسوطه قوي ان وانت بتتكلمي قلتي ان في المكونات قهوه خضراء هبلعها في كبسوله، ومش هتضر يعني مش هتضرر من طعمها في بقي. خلاص.